دموية داعم لجهود مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي، ودائما بنسعى لتوثيق العلاقة وتوسيع رقعتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. بالإضافة إلى أنه علاقات مصر الثنائية بالدول الأعضاء في الاتحاد هي علاقات وثيقة ومتنوعة، طبعا فرنسا، ألمانيا، بقية الدول، النمسا، المجر، يعني كل الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي لنا علاقات ثنائية بها متنوعة وبتصب في مصلحة الطرفين. ماذا تتوقعون سعادة السفير من القمة الأوروبية الإفريقية؟ وهل يمكن أن تطرح مصر ملف سد النهضة في وسط هذا الحضور الكبير؟ موضوع الملف سد النهضة بيطرح دائما في كل اللقاءات، له أولوية، والسيد الرئيس بيثيره مع جميع القادة على سبيل تعريفهم بالقضية وأيضا تعريفهم بعدالة الموقف المصري والسعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يلبي الأهداف الخاصة بالدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا. التناول القمة الأفريقية مع الاتحاد الأوروبي وأيضا علاقات أفريقيا بدول الاتحاد والإرث التاريخي المرتبط بهذه العلاقات يقتضي استمرار السعي لدعم القارة الأفريقية للنهوض باعتبارها قارة المستقبل، لتلبية طموحات العدد الوفير من شباب القارة، الاستفادة من هذه القدرات وهذه الطاقات لخدمة مصالح الجانبين، ولكن أيضا الأخذ في الاعتبار الظلم التاريخي اللي وقع على القارة الأفريقية والذي يجب التعامل معه من خلال دعم جهود التنمية ودعم الارتقاء بمستوى المعيشة للشعوب الأفريقية. السؤال الأخير معالي الوزير، هل يمكن أن تؤثر سلبا حرب إن قامت ما بين روسيا وأوكرانيا على مصر؟ وهل هناك مجالات قد تخسر فيها مصر بسبب هذه الحرب؟ دائما مصر بتسعى لتحقيق السلم والأمن في كافة أرجاء العالم والتوصل إلى حلول سلمية لأي نزاعات. العالم بيتعرض خلال السنوات الماضية لجائحة الكورونا، وأكدت وحدة الهدف والعالم كل مدى اعتماده على بعضه البعض بيتزايد، ومن ثم ده يزكي العمل على حل المنازعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتجنب الآثار السلبية على بتحدث من التوتر على جهود التنمية وعلى أسواق الاقتصادية.